الله متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رائع. كل يوم تتناقل صفحات التواصل الاجتماعي ظاهرة خطف شباب في مقتبل العمر لتتفاقم هذه الحالة وتصل إلى خطف أطفال بعمر زهور، ومنهم من يعود بعد أن تدفع عائلاتهم مبالغ طائلة، ومنهم من يوجد مقتولاً بلا أي دليل يوقع المجرم. وأما عن سرقة المواطنين وسلبهم سياراتهم وأموالهم فحدث بلا حرج، كل هذا يعزز حالة الرعب في نفوس المواطنين، ومع تنامي هذه الحوادث وضعف جهود تقصي المجرمين الفاعلين ليكون السؤال الرئيسي لهذه الحلقة: ما هي أسباب انتشار ظاهرة الخطف والسرقة، وما هي السبل الكفيلة في علاجها؟ وهنالك بالتأكيد متابعينا الكرام تساؤلات وآراء تطرح: هل أصبحت هذه الحوادث ضمن حياة المواطن اللي باليومية؟ لماذا ازدادت نسبة الخطف وبالأخص الأطفال وطريقة ابتزاز أهليهم؟ أليس ما يحدث هو ضمن آليات الجريمة المنظمة التي تهدف إلى إشاعة روح الفوضى والرعب بين الناس؟ هل يوجد إمكانيات لمحاصرة هذه الظواهر من خطف وسرقة للقضاء عليها؟ ما الذي قدمته الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة ومحاربتها؟ ظاهرة الخطف والسرقة موضوع حلقة اليوم في برنامج رائع. للمشاركة في برنامج رائع عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رائع عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-0302، 021-362-0303، 021-362-0304، 021-362-0305. حياكم الله متابعينا الكرام من جديد. بالتأكيد حلقة اليوم تتحدث عن ظاهرة الخطف والسرقة، هو موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام. نستقبل اتصالات متابعينا ونبدأ من هيثم من مصاتة وأحمد من مدينة بنغازي. نبدأ مع هيثم. هيثم، ما السبب برأيك في ظاهرة انتشار الخطف والسرقة، وما هي سبل الكفيلة لمعالجة هذه الظاهرة؟ اول شيء السلام عليكم، ترحب على الشهداء ابو قرين كاملين ان شاء الله، ورب يتقبلهم الشهداء ويلم جميع اهل المسلمين الصبر والسلوان. نعم. وبالنسبه للمجرمين وقطاع الطرق هذه ما دوي فيهم حتى الشيخ صادق غرياني، لكن والله هي شيء بنقوله تو، ما فيش لا حكومه ولا شيء، ما فيش حد يحاسب فيهم لا يراقب حريتهم هم يخطفوا ويسرقوا في دي. ما فيش لجان تخص بهم ولا ما فيش. طيب برايك ما هو السبب في انتشار هذه الظاهره؟ السبب في ذلك بسبب عدم المراقبه. لو فينا مراقب ويد من حديد تدور فيه مضبوط، واللي يدير حاجه ياخذ مجرى القانون راه مشكي كلهم. نعم. لكن ما فيش مراقبه لا شيء، بتمادوا كل واحد بتمادى القطاع طرق هذيمه، خافوش من ربي اشكال هذيمه. نعم، شكرا جزيلا لك هيثم. الان انتقل الى المتصل احمد من مدينه بنغازي. احمد يقول لك: هيثم، السبب الرئيسي في ظاهره الخطف وظاهره السرقه هي ضعف الدوله وعدم وجود رادع وعدم تفعيل القانون. برايك ما هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهره الخطف والحرابه؟ احمد من مدينه بنغازي، ان كنت في الاستماع الي. انقطع الاتصال بأحمد. ننتقل الآن إلى شعبان من رجدالين، ومحمد من مدينة مصراتة. محمد من مدينة مصراتة. أبدأ من شعبان من رجدالين. شعبان، إن كنت في الاستماع إلي. أهلا بك شعبان. شعبان، كيف ترى ظاهرة الخطف والحرابة، وما هو السبب لانتشار في هذه الظاهرة؟ طبعا السؤال الثاني، شنو السبب؟ يعني سؤال رئيسي. سبب انه ما فيش دولة. نعم. دولة ما فيش. احنا نقابل ثورة فبراير، احنا رغم اني نكلم فيك مش مؤيد لفبراير، لكن بنقول لك انا في الاخير مواطن بنمشي مع الدولة، الدولة بنمشي معها. اول ما قامت ثورة فبراير في ناس اللي بالذات اللجنة الأمنية في الدولة كلهم
يعني بمعنى ان تم تقاعدهم اجبارهم على ترك الخدمه نتاعهم، جابوا ناس اخرى مش ما يسمى بالثوار وما عندهمش حتى فكره عن الامن في البلاد، وجابوا ناس ما عندهاش خبره بصراحه يعني بالذات لجنه الامنيه المفروض ما نصفوهاش، خاصه جهاز الشرطه يعني الوزارة الداخليه. نعم يعني شوف فيك يا معلش نقول لك نعم انا استاذ محمد انا قلت له احنا نخلصوا في نتكلم على الاسعار على غلاء الاسعار، قلت له نخلصوا في 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 طريقه بالتاريخ، تعرف هذا يبدو احنا نمشي بهذا طرابلس، انا كلمت فيك مره نمشي طرابلس ولا حاجه ما ينفعش معايا فلوس بكت نمشي بسياره يعني حتى غير صالحه حتى نمشي في الطريق، لانك تمشي بسياره كويسه بياخذوها منك اقل شيء ياخذ منك سيارتك ويقول كنت حاجه ثانيه لو عندك فلوس حتى لو عندك 10 دينار ياخذوها منك صحيح هذا يعني كله في غياب الاجهزه الامنيه في الدوله، وهذا السبب الرئيسي الدوله هذه او ما يتصور في 14 فبراير هي اللي خلت الليبيين على كل حال كان هذا رايك شعبان من رجدالين. انتقل الان الى ام محمد من مدينه مصراته. ام محمد يقول شعبان وهيثم ان السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهره هي ضعف الدوله وعدم تفعيل القانون فيها، برايك ما هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهره الخطف والحرابه؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا اختي؟ اهلا وسهلا البرنامج اهلا وسهلا ام محمد. اهلا بك يا اختي. نعم نحن في الاستماع. كيف حالك؟ ماشي. السبب انفلات الامن يا اختي، والسبب ما فيش امن في البلاد، يعني لو كان ما فيش شرطه الواحد يعني لما يطلع اولاد من حدانا والله نبدو خايفين، بيطلع ابنك من حداك يقولوا خطفوه ويبقى فلوس، باين فلوس وين؟ والسيوله وين؟ ما فيش طيب. امن في البلاد. طيب برايك نطلبوا في الامن يا اختي مع السلامة ليك. نعم طيب نطلبوا برايك الامن الشرطه بس يا اختي. نعم طيب برايك ما هي السبل الكفيله لمعالجه هذه الظاهره؟ قلت لك نبوا الشرطه نبوا امن، يعني لما يطلعوا اولادنا من حدانا نطمنوا ان هم وين ماشيين وين جايين، والله نعم. الاولاد يبدوا يلعبوا حدانا نخافوا يطلعوا برا يخطفوا فيهم من قدام الحجاب. شكرا ام محمد من مدينه مصراته. وصلت الفكره. انتقل الان الى المتصل ناصر من طرابلس وعبد الحكيم ايضا من مدينه طرابلس. ابدا من ناصر من مدينه طرابلس. ناصر يتفق او اتفق الان ام محمد وشعبان وغيرهم بان ضعف الدوله هو سبب رئيسي في انتشار ظاهره الخطف، برايك ما هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهره؟ الو السلام عليكم قبل كل شيء. وعليكم السلام ورحمه الله. الخطف تول اليوم الصبح في منطقتنا هنا خطف ولد عمره 5 سنه وواحد ثاني خوه طبعا كانوا يجروا مروحين في السياره خطفوهم الدوريه يعني شوف شنو دمهم اطفال زوز باهي. والمشكلة الخطبة دي يخطفوه يقعد حوالي 10 ايام 20 يوم يطلبوا مبلغ مالي. نعم. يعني نتيجة التسيب هو كتب السلاح والسيارات هذه اللي من غير لوحات معدنية والجزاز معتن فهمتي وامل ما فيش. نعم. الطريق اسمح لي بالمقاطعة ناصر، يعني الآن نلاحظ يعني هنالك خطف للأطفال بشكل كبير جدا وابتزازهم، برأيك لماذا الأطفال تحديدا خاصة في هذه الفترة؟ الأطفال اللي أبوه مسكين ما عندهاش إلا يعني بيحس كبته زي ما نقولوا احنا يعني أولاده بيطلب حتى الدم نتاعه بيعطيه له، بيبيع سيارته، بيبيع كان عنده مزرعة، بيبيع باش هو بعدك الخاطف هو بيبدأ يبلغ بيقول له ولدك ما تجيبش المبلغ المعين ولدك تلقاه ملوح في الطريق ميت. طيب هل تعتقد أن ظاهرة خطف الأطفال تختص فقط بالأطفال ربما الأغنياء أم أنها أصبحت ظاهرة عامة؟ يعني نقول الحمد لله يعني هو يخدم تاجر وعمل حر يعني شغال كويس، لكن ما يلاش انت بالطفل مروح لحوشة يوقف السيارة تربع فيه مع بعض من مجموعة أطفال. يعني أنت لا تراها ظاهرة عامة، تراها تختص فقط بحالتهم المنصورة يعني ناس معينة زي ما تقولي هذاك عندهم فلوس، هذا ما عندهش فلوس، هذا ما يلاش حني يا اختي يا ريت تو البرنامج بتاعك هذا يسمعوا فيه المسؤولين ولا اللي هم يتعاركوا على السلطه في التلفزيون يسمعوا فيهم كل واحد يبي
يبي رايه يمشي على الليبيين وهذا ما يبي. بالتاكيد وجد هذا البرنامج سيد ناصر لايصال صوت كل المواطنين. والله ان شاء الله يسمعونا يا اختي، والله ان شاء الله يسمعونا. وصلت الفكره ناصر. ويديروا حل المشاكل هذه من كل شيء، من السيوله، من الخطف، من القتل، من الحرب، من كل شيء. نتمنى بناء دوله مؤسسات. ناصر من مدينه طرابلس. انتقل الان الى المتصل عبد الحكيم ايضا من مدينه طرابلس. عبد الحكيم، برايك ما هو سبب انتشار ظاهرة الخطف، ولماذا الأطفال تحديدا كما أشار ناصر منذ قليل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك عبد الحكيم. أهلا بك أختي، تحية لكم، تحية للقناة الطيبة قناة النبأ، لكل المخلصين والطيبين والصاعدين. رحمة الله على شهداء ثورة 17 فبراير وسقوط التهمه في ميامي. حياك الله. ولكن اختي العزيزه انا سمعت نص ان الله قال ما فيش دوله، بالعكس حتى لو انه هو ما فيش دوله انت تخاف من الخالق ولا من المخلوق. انت هذه الحرابه يا اختي العزيزه المستمعين، هذه الدوله تقدر روحي شخص وقدوه لي هو شخص يتحدث، فيجب علينا نتاكد وغرفه تسمع من المنطقه الغربيه بالذات اختي العزيزه اي رقم شبهه يتكلموا ويبلغوا، وبعدين شافوا بعض في بناء دوله مؤسسات دوله تقدر على الوضع والصدق والاخلاص. ولكن انا من هذه المهتمة في درويش تنطق وتقطع الطرق ثم نفس المخطط، هذا يذبح يساهم في البشر والاطفال في اموال بعيده الثمن وينسى في البشر. وصلت الفكرة عبد الحكيم من مدينة طرابلس، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى خالد من طرابلس ومحمود أو محمد من طرابلس. محمود من طرابلس. أبدأ من خالد. خالد، كيف ترى ظاهرة انتشار الخطف والسرقة والحرابة وغيرها من هذه الظواهر، ويعني خاصة في هذه الفترة، وأيضا تحديدا خطف الأطفال، كيف تراها والسبل الكفيلة لعلاجها؟ خالد، إن كنت في الاستماع إلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خالد، هل سمعت سؤال؟ نعم. يس، نشكرك على البرنامج إن شاء الله بتاع النبأ. نعم. والله الظاهر هذه الدوله هي المقصره، الو. نعم، نحن في الاستماع اليك خالد. والله بقول لك الدوله هي المقصره صراحه، الدوله مقصره بكل شيء. يعني انت ترى السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهره هي ضعف الدوله. طيب ما هي السبل الكفيله لعلاجها برايك؟ والله احنا يعني نقول تخش الدوله للسلاحات هذه وللاماكن الغريبه هذه. نعم، شكرا. شكرا خالد من مدينة طرابلس. أنتقل الآن إلى محمود من مدينة طرابلس أيضا. محمود، إن كنت في الاستماع إلي، ظاهرة الخطف والسرقة والحرابة وغيرها الآن تنتشر وتصبح ظاهرة، برأيك ما هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة وما هي السبل الكفيلة لعلاجها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نحييك أختي الكريمة ونحيي كل المشاهدين الكرام. حياك الله. نعم أختي الكريمة، أسباب هذه الظاهرة عدم وجود قضاء فعال أول حاجة. نعم. أول شيء عدم وجود قضاء فعال. الشيء السبب الآخر عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. إحنا لو طبقنا الشريعة الإسلامية تنتهي جميع الإشكاليات. نعم. أهم شيء تطبيق الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك في شيء آخر رسالة. نعم. نقدر نوجهها وهم قطاع الطرق والمجموعة شرذم الموجودة في البرلمان هذه، هذا وجهان لعملة واحدة. ما فيش فرق بين قطاع الطرق وال 25 نفر هذا وال 20 نفر على راسهم الشيباني النحس هذا عقيله صالح. نعم. هذا لا فرق بينهم وبين. طيب بغض النظر محمود دعنا في 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 صلب الموضوع. طيب هذه الظاهره التي تنتشر الان، ظاهره الخطف والسرقه، يعني هل تراها جريمه منظمه لبث الرعب والاشاعه في روح المواطن؟ طبعا جريمه منظمه بتكتيك عالي، تكتيك عالي، ولكن ان شاء الله بعد التخلص من دواعش في سرت قولوا لهم جايكم الدور بعون الله سبحانه وتعالى. شكرا. قولوا لهم حيجيكم الدور بعون الله. والسلام عليكم. شكرا محمود على هذا الاتصال من مدينه طرابلس. انتقل الان الى المتصل
طاهر من مدينة طرابلس وعمار من زولتون. أبدأ من طاهر من طرابلس. طاهر، كيف ترى ظاهرة الخطف والسرقة وما هي سبل الكفيلة لعلاجها، ولماذا تنتشر هذه الظاهرة تحديدا لدى الأطفال وابتزازهم؟ نعم. تحية مسائية طيبة لكم جميعا، نحب نحييكم. طبعا حياك الله. طبعا هي الظاهرة قديمة بالجديدة، يعني ليس يعني لها لها مدة طويلة الظاهرة هذه. طبعا احنا عندنا حكومات، ثلاثة ولا أربع حكومات، وعندنا حكومات سابقة، وعندنا وزارة داخلية، وعندنا مديرين أمن في طرابلس، وفي مديرين أمن في مناطق، ونصرف عليهم في مرتبات وناس وحوافز وسيارات و و و وعندنا غرف أمنية، وعندنا أشياء هذه كلها ليست قائمة بواجبها. هذه أول أسباب انتشار الظاهرة. نعم. ثاني سبب انتشار الظاهرة هي أن احنا نحلوا في مشاكلنا بالرز واللحم والكسكسي والبنزين، وبعدين تنزل مستوى الظاهرة هذه أسبوع أسبوعين، وترجع بعدين للسطح من جديد. ثالث سبب أول حاجة البطالة، ما فيش عاد توفر فرص عمل للشباب، الحالة المادية الصعبة، حتى اللي ما كانش مجرم ولا أصبح مجرم، نقص السيولة، الوضع الاجتماعي كله المزري هذا اللي يشوف فيه. هذه من أسباب أن احنا من أسباب أنها هي انتشرت هذه الظاهرة وعمت في مختلف مناطقنا في طرابلس وخارج طرابلس. احنا طريق الزاوية مش قادرين نفتحوها لليوم، لها سنتين توا مسكرة. ثاني حاجة، رغم أن عندنا حكومات، احنا طرابلس فيها حكومتين مش قادرة تدير فيها أحد. طيب، فهمناش هذه الأسباب. وكيف سبل معالجتها؟ سبل معالجتها القضاء، ثم القضاء، ثم القضاء. نعم. وتفعيل الأمن من جميع يعني جميع الأجهزة الأمنية اللي قاعدة تاخذ مرتبات، وكل نسمع بها، مرة نسمع بغرفة، مرة نسمع بلجنة أزمة، مرة نسمع كذا. نعم. ما في، مرة نزيد تفاقم المشكلة. نعم. طاهر من مدينة طرابلس كان هذا رأيك، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى عمار من زلطن. عمار، طاهر كان يقول أن أو ذكر عدة أسباب لظاهرة الخطف والسرقة، أشار إلى أحدها أن لربما الحاضنة الاجتماعية هي ليست حل جذري لحل مشكلة هذه الظاهرة، وإنما يجب تفعيل القانون فيها. برأيك ما هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة، وما هو الحل الجذري لحل هذه الظاهرة؟ نعم. والله يا أختي الكريمة، طبعا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو الظاهرة يا أخي تو اللي قاله أخي طهر، هو هبة حاجات قالها، لكن الذي نختلف معاه. هو هم ظاهرة، هي ظاهرة لأن هؤلاء أولاد حرام، هؤلاء أولاد ليس أولاد وصول وليس أولاد ديبيين. هم اللي يعملوا الظاهرة هذه ليس منا، عليهم الخروج من ليبيا. هؤلاء يعملون في الحرابة ويخطفون الأطفال ويقتلون الشياب من أجل المال، هذا ليس ليبيين. هؤلاء مجموعة مرتزقة وأولاد حرام، ويرجع ليصل انتقام أولاد حرام الذين يفعلون هذه الأفعال. ولازم أن نختلف، هناك مناطق لا توجد فيها مراكز الشرطة ولكن تخدم عليه أنت في أمن وأمان، ولكن هؤلاء الصراف وهناك حاضنة اجتماعية تحتضنهم. ونطلب من جميع الوطنيين في ليبيا، هذه حرب الوطن، عندما يكون تحرير سلك يجب الذهاب إلى هؤلاء العصابات وعليهم القضاء عليه. عندما ننظر سوق الجمعة، لماذا سوق الجمعة منظمة؟ هناك قوة الردع تحمي العائلات، وهناك التجارة محتاج يونيو، ولكن هناك عصابات باقي من ميليشيات، فحتى هم نفسهم في وادي الربيع يسرقون وينهبون الأموال. لماذا سوق الجمعة الحياة مطمئنة، جميع رجال الأعمال يحتاج يونيو، لماذا لا يقربهم حد؟ لأن هناك ناس وطنيين، ناس يحبون المواطن، وناس أولاد بيتية زي ما نقول احنا بالليبي، أولاد عائلات، ويخافوا على سمعة منطقتهم. ولكن هناك لا يهمهم يسرق أولاد الحرام، هؤلاء أولاد حرام وعليهم الفكرة. نعم. عمار من زلطن، وصلت الفكرة. عفوا لضيق الوقت متابعينا ومستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى فاصل قصير ولن عودة. حياكم الله متابعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتحدث في حلقة اليوم في برنامج رأي عام ظاهرة الخطف والسرقة وما هو الحل الجذري لهذه الظاهرة، هو موضوع حلقة اليوم في برنامج رأي عام. نستقبل اتصالاتكم وأيضا تعليقاتكم على الفيسبوك. نأخذ الآن المتصل علي من مصراتة وعبد الرزاق من المرج. أبدأ من علي من مدينة مصراتة. علي، كيف ترى ظاهرة الخطف والسرقة خاصة في هذه الأيام، وأيضا ما هي السبل الكفيلة لعلاجها؟ اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نحييكم ونحيي قناه النبأ على هذه البرامج القيمه.
حياك الله. احنا طبعا نشوف ان المسؤوليه الاول واخيرا على الناس الشعب الليبي والحكومات المتعاقبه هذه، لان احنا الله سبحانه وتعالى نصرنا على قدافي واعطانا دوله نظيفه، نزع الله سبحانه وتعالى نزع القدافي وابنائه والظالمين من الدوله الليبيه واعطانا دوله نظيفه فصلوا كيف نبوا. فلهذا احنا لم ينادي احد منا بتحكيم شرع الله ولا احقاق الحق ولا العدل ولا المساواه، واتجهنا الى اتجاهات ثانيه بعد ندور في انتخابات وناس علمانيين وجوه باهته سيئه لم تجلب لنا في ليبيا الا الخزي والدمار والوعي. واحنا الصادق الغرياني بارك الله فيه بين حكم هؤلاء المجرمين الناس قطاع الطرق، هذا ما ينبغي قتلهم، هذا ما حكم موجود في القران الكريم. احنا الشعب الليبي ينبغي ان يكون في مستوى المسؤوليه. يا راجل في ناس في الشرق يعبدوا لي في حق الاخت لي العجوز، وناس في الغرب يخطبوا لي، وناس ولحظ ينبغي الالتزام بدين الله وتحقيق الشرع، ومطلبنا ينبغي ان يكون على مستوى الشعب الليبي. نعم. ان احنا نطالبوا بتحكيم شرع الله في ليبيا لكي ننعم بالامن والامان. وخاف الكلام هذا كله هذا دواء زايده ولن يجلب لنا الفائده اطلاقا. نعم، وصلت الفكره علي من مصر. انتقل الان الى عبد الرزاق من المرج. عبد الرزاق، كيف ترى ظاهرة الخطف والسرقة، وعلى من أو إلى من تحمل هذه المسؤولية؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للمسؤولية هذه، السبب أنه الانفلات الأمني بالدرجة الأولى. نعم. يعني غيبنا القيادات نتاعنا في الأمن وسلمنا الناس ما تستحقش الشيء هذا. نعم. ما تستحقش أنها تقود البلاد ولا تأمن البلاد. خاصة تلقى في طرابلس ولا في بنغازي ولا في أي مكان في ليبيا. نعم. وبالنسبه للاخ اللي حكاه على المجلس الانتقالي وعلى عقيله صالح، نحن نقول له نرحبوا به، كان بينهي سرته وبيفشي البرقه مرحبا بنا، احنا مستعدين لها. طيب الى من تحمل هذه المسؤوليه او هذه الظاهره؟ المسؤوليه لنا في ثورة 17 فبراير سلمناها الناس ما يستحقوش انهم يستلموا الامن بكر. طيب ما هي السبل الكفيله لعلاجها؟ الرجوع، المفروض المواطن يطلع ما يبقى ساكت بالدرجه ذي، يعني المواطن المفروض يخرج على الناس هذوما اللي ما فرش الامل اطلع عليه، علاش قاعد مصبي مكان؟ نعم، اذا وجب برايك عبد الرزاق من مدينه المرج، وجب ان يكون هناك التحام بين جميع المواطنين، كان هذا رايك عبد الرزاق من مدينه المرج، شكرا جزيلا لك. انتقل الان الى متصلين اخرين، مروان من مصراتة ورشيد من بنغازي. أبدأ من مروان من مصراتة. مروان، برأيك ظاهرة الخطف والسرقة الآن أصبحت متفشية في كل المدن الليبية، ما هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة، وما هو الحل الجذري للحد من هذه الظاهرة وردع كل المجرمين؟ والله يا أختي، أول حاجة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا اختي، هذا الخطف والبرامج اللي صايره في ليبيا من الصادق الغرياني ومن عبد الحكيم بالحاجه ومن المؤتمر الوطني بتاعكم اللي طايحه صلاحيته بتاع ابو شفشوفه. نعم. واضحه العمليه تبع الشفشوفه. نعم. حاولوا ان الصادق الغرياني وعبد الحكيم بالحاجه تولي ليبيا. طيب ما هو السبب الرئيسي؟ ما هو او بالاحرى ما هي السبل الكفيله لعلاج هذه الظاهره؟ ربي يطول بعمر. على كل حال شكرا جزيلا لك مروان من مصرات. الآن أنتقل إلى رشيد من بنغازي، المتصل رشيد من بنغازي. رشيد، كيف ترى هذه الظاهرة، ظاهرة الخطف والسرقة، وما هي السبل الكفيلة لعلاجها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول حاجة تحية لقناة النبأ على إثارة هذه المواضيع وسماع رأي الناس، وبارك الله فيكم على رحابة الصدر. جزاك الله خير. أولا ظاهرة الخطف هذه ما ظهرت في ليبيا بعد ثورة فبراير إلا بعد ما سيب الثوار والناس الشرفاء الذين خرجوا على الطاغية، خرجوا من أجل إحقاق الحق. لما الناس هذوما سيبوا الساحة لغيرهم، هم رجع الفساد ورجع كل شيء في ليبيا، رجع الخطف والسرقة وكل شيء. ولكن العلاج ينقسم إلى شيئين. الشيء الأول اللي هو إقامة شرع الله، لو أقيم فينا شرع الله، الله خلقنا وعارف شو اللي يردعنا، وعارف شو اللي يرزع الحرابة، ونزل حكمها واضح بآية من القرآن في سورة المائدة. ثانيا، المسؤولية على كل أهالي أو القبائل الليبية الذين يتسترون على هؤلاء الناس ويدافعون عنهم ويحاولوا أن هم بعد ما يقبض عليهم يخرج. هؤلاء المفروض أن يعلقوا على عيدان ويبقوا معلقين حتى تهتري لحومهم على أعمدة النور في الشوارع.
نعم. كيف انسان يعتدي على طفل صغير لا لا حول له ولا قوه يخطفه ويساوم به وبعدها يقتله ويعزقه في الشارع؟ والله لو قتلوا منهم اثنين وثلاثه الخاطفين والله ما عاد في واحد يتعدى ويخطف واحد ثاني. وبارك الله فيك. نعم، كان هذا رايك رشيد من مدينه بنغازي. انتقل الان الى المتصل محمد، محمد من طرابلس وناجي من مصراتة. أبدأ من محمد. محمد، كيف ترى ظاهرة الخطف والسرقة وما هو الحل لمثل هذه لردع المجرمين؟ على أخوتنا اللي سقطوا في 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 ألو. نعم، نحن في الاستماع إليك محمد. ما فيها؟ نعم أخوتنا في ألو تسمع فيها؟ محمد نحن في الاستماع إليك، إن كنت في الاستماع إلينا. ظاهرة الخطف والسرقة برأيك؟ الشهداء اللي أخوتنا الشهداء نترحم عليهم اللي سقطوا في بنجرين. نعم بنجرين. ونقول بالنسبة لي اللي حال الخطف هذه أصلا الصراحة لها قداش. احنا قعدنا في فترة أنت صار فجر ليبيا ستة شهور كانت طرابلس طرابلس 100% دون ناس حتى يمشوا يشروا حتى في السيارات جدد صفار. محين تمت فجر ليبيا وتحولوا وجو وجو من من العصابات اللي كانت في اللي كانت في اللي نعم. بعدت على طلعت من طرابلس العصابات اللي في دور شفانه خلينا نقولها بالعاميه خلينا نقول. انا عندي قريبي والله العظيم اللي خطفوا المده اللي فاتت في دور شفانه ولكن خوتنا في الزنتان الاسبوع اللي فات نزلوا لهم وحتى هم شادين من شادين من من الزنتان ونزلوا وحروا حروا ما شاء الله القوه يعني فوق ال 200 و300 مخطوف. طيب حسب وجهه نظرك طيب محمد محمد حسب وجهه نظرك على اعتبار ان هذه اصبحت ظاهره الان متفشيه في كل المدن الليبيه. محمد كنت في الاستماع الي. يبدو ان الاتصال قد انقطع به محمد. على كل حال وصلت الفكره محمد من مدينه طرابلس، شكرا جزيلا لك. انتقل الان الى ناجي. ناجي ان كنت في الاستماع الي. ناجي يبدو ان الاتصال قد انقطع بناجي. انتقل الان الى المتصل مفتاح. طيب نقرا بعض التعليقات على الفيسبوك. بالتاكيد متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا ايضا على الفيسبوك والادلاء بتعليقاتكم على الفيسبوك او عبر الهاتف. ناخذ بعض التعليقات على الفيسبوك. يقول أيوب علي: السبب عدم توفر المال في ليبيا لذلك تكثر عمليات الخطف لكي يطلب المال لحرية المخطوف. والسبب الثاني عدم وجود جيش والشرطة في ليبيا لحماية المواطنين. وأنا أشكر كثيرا مديرية أمن بنغازي التي تقوم بحمايتهم. أيضا تعليق آخر محاء زيدان يقول: السبب هو ضعف القانون ولا وجود للجيش والشرطة، وزد على ذلك عدم تطبيق شرع الله. أخذ أيضا تعليقات أخرى. علي يقول: ضعف الدولة وعدم تمكن الحكومة من القيام بواجبها وانتشار السلاح هو سبب رئيسي في وأيضا انتشار الميليشيات هو سبب رئيسي في انتشار ظاهرة الخطف والسرقة. أيضا يقول محمد: يقال أن من أمن العقاد التعليق غير مفهوم. يقول أيضا الطارق يقول أن الأسباب عديدة ولكن أهمها هو عدم محاسبة المجرمين. أعود من جديد إلى الاتصالات متابعينا ومستمعينا الكرام. أمل من مصراتة وجمال من بنغازي. أبدأ من أمل من مدينة مصراتة. أمل، برأيك ما هي السبب الرئيسي في ظاهرة الخطف والسرقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا ليك يا أبو علاء وتحياتنا للكنترول وكل الناس المستمعة ونترحموا على شهدائنا ويا ربي اشفي جرحانا. أهلا بك. صر شبابنا إن شاء الله تعالى. نعم. وبالنسبة لموضوعك نبدأ يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب. نعم. صدق الله العظيم. صدق لكن الله. للأسف اللي نشوف فيه احنا توا يعني وكأننا نقول للقاتل زيد اقتل والإجرامي زيد كما نقول زيد في جرامك والظالم نقول زيد في الظلم لأن ما فيش تطبيق للقانون. هذا يا اما بحكم انهم مثلا الناس خايفه والا حتى في عندنا مساله تعرف على الغطاء الاجتماعي، يعني تلقى الواحد قاعد للاسف ومش معقب مداير وتلقى الناس هذوما اللي يدخلوا في المصالح للاسف وانا نقولهم يعتبروا حتى هم مش هم نفسهم القاتل بس يعينوا في القتله ويعينوا في الظلمه فيتقوا لنا حتى في انفسهم،
يعني واضح ان في ليبيا هنا قعد الواحد حتى يمسك يعني شويه مشوف الحبس وبعدين يطلع، يعني قعد الظالم ياخذ حقه قبل المظلومه للاسف. نعم. يعني شكرا امل من مدينه مصراته. انتقل الان الى جمال. جمال كنت في الاستماع الي الان. ظاهره الخطف والسرقه الان اصبحت منتشره في كل المدن الليبيه، برايك ما هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهره وما هو الحل الجذري لردع المجرمين؟ السبب الرئيسي هو ان ثوار 17 فبراير طيبوا ثورتهم، والازلام والناس المجرمين اللي كانوا في الحبوس هم اللي توا قاضيين عليه اهالي ليبيا، ويخطف الشباب ويخطف الاطفال، ومن ضمنهم منطقه ورش الثانيه. منطقه ورش الثانيه بمشايخها المفروض يصبوا للليبيين وللناس الخوارج اللي عندهم جوا انهم يوقفوهم على حدهم معاش يخطفوا الاطفال. طيب هل ترى الحاضنه الاجتماعيه، نعم هل ترى جمال الحاضنه الاجتماعيه هي حل جذري للحد من هذه الظاهره؟ أكيد أكيد الحاضنة الاجتماعية، أكيد المشايخ والناس هذول المفروض يصبوا. نعم جمال شكرا جزيلا لك. شكرا، عفوا، بارك الله فيك، شكرا. انتقل الآن إلى المتصل أحمد من مصراتة. أحمد من مدينة مصراتة إن كنت في الاستماع إلي. أحمد يقول جمال المتصل السابق يقول أن الحل الرئيسي للحد من هذه الظاهرة هو الحاضنة الاجتماعية، وأن السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة هي تصدر أتباع النظام السابق للمشهد الآن وابتعاد ثوار ثورة 17 من فبراير عن المشهد. برأيك ما هو السبب الرئيسي وما هو الحل الجذري للحد من هذه المشكلة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لقناة الندى. نعم تحياتنا إليك، ونترحم على الشهداء جميع الشهداء ليبيا. نعم والله نضم صوتي لاخوي جمال، كلام يعني في الصميم بصراحه، يعني ضروري الحاضنه الاجتماعيه هذه وحده يعني ما تسترش على حد، وصراحه ضروري من اقامه العدل المحاكم بالعربي وشنو. والحاجه الثانيه ان هالقنوات صراحه قنوات الفتنه بينها، نقول لك بالصراحه يعني زي التهامي هذا ومش عارف شنو، هذا ما يحرضوا على القتال والامارات وما ادراك، هذا ما يأيدوا في حاجات عندهم اجنده خاصه يبعثوا فيهم بالذات. نعم. الخبره هذه صراحه يعني وصلت كذا تريح البلاد. نعم شكرا جزيلا لك، وصلت الفكره احمد. شكرا جزيلا لك متابعينا ومستمعينا الكرام. ننتقل الان الى فاصل قصير ولن عوده. حياكم الله متابعينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نتحدث في حلقة اليوم عن ظاهرة الخطف والسرقة وما هي أسباب انتشار هذه الظاهرة والحل للحد من هذه الظاهرة. نستقبل الاتصالات، نبدأ من مفتاح من مدينة بنغازي وشريف من بنغازي. مفتاح برأيك ما هو سبب انتشار هذه الظاهرة والحد منها؟ هو سبب انتشار هذه الظاهرة في الجهة الغربية وخاصة في الجنوب هو غياب الشرطة والجيش، غياب الأمن. نعم. اما نحن في المنطقه الشرقيه ولله الحمد متخلصين من هذه الظاهره لوجود مراكز شرطه، لوجود نيابه، لوجود قضاء، لوجود قبائل للرادع للمجرمين يعملوا في الحرابه. طيب هل تتفق ان للحاضنه الاجتماعيه الحل الجذري للحد من هذه المشكله؟ نعم، من خلال تجربتنا في المنطقه الشرقيه على مدى التاريخ دائما القبيله لها دور في بغض النظر عن المنطقه الشرقيه، نحن نتحدث في ليبيا كمطلق كعموم، هل ترى ان الحاضنه الاجتماعيه لها دور؟ لا 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 لا، لان هناك في المنطقه الغربيه للاسف الشديد وخاصه الميليشيات الصادق الغرياني موجوده في سرت الان، لا تردعها القبيله ولا الحاضنه الاجتماعيه. نعم كان هذا رايك مفتاح من مدينه بنغازي. انتقل الان الى شريف من مدينه بنغازي. شريف، ظاهرة الخطف والسرقة أصبحت الآن منتشرة، ما هو الحد للحل أو ما هو الحل للحد من هذه الظاهرة وما هو السبب الرئيسي في انتشارها؟ بارك الله فيك يا أختي نبيك تركزي معايا شوية. نعم. العصابات اللي قاعدة في ورشفينة تسرق وتخطف الأطفال، هذه تتبع من؟ هذه تتبع جيش القبائل يا أختي، وتتبع العقيد ماذا؟ العصابات هذه
مخلوقه ضد ثوره 17 فبراير باختصار. والله ليبيا ما تريحش، لان ليبيا ما تبوش تحتفظ بالحقيقه. الصراع في ليبيا بين 17 فبراير وبين العصابات المجرمه اللي تتبع حفتر واللي تتبع العقيد مادة، وسير حتى في بنغازي بالضبط نفس الشيء. طيب هل ترى ان الحاضنه الاجتماعيه لها دور اساسي وتلعب دور رئيسي في الحد من هذه الظاهره؟ هل تتفق مع هذا القول يا شريف؟ شوفوا منطقه ورشفان انتم، شوفوا المناطق اللي درس لهم حاضنه. اسمعيني يا اختي بس، بنغازي على سبيل المثال، بنغازي في خطف الاطفال وفي حرق البيوت وفي خطف النساء. اي انسان بطريقه اخرى، بالطريقه البنغازي هي طريقه اخرى اعتبارا منهم دواعش وتكفيريين، والطريقه البورشفانه طريقه بنفس الاسلوب، نفس الاسلوب، لا علاقه لا بحرابه ولا علاقه بسرقات. الموضوع كله ثوره 17 فبراير وصل تخطف النساء في سجن الكويت. كان هذا رايك؟ نعم شريف من مدينه بنغازي، كان هذا رايك، شكرا جزيلا لك. وصلت الفكره عفوا، ولكن لضيق الوقت ايضا استقبل اتصالات اخرى. المتصل سالم من طرابلس ومحمد، محمد أيضا من طرابلس. الآن أنتقل إلى سالم، أبدأ عفوا من سالم. سالم، برأيك ما هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة، وما هو الحل للحد منها؟ وبرأيك لماذا الفئة المستهدفة الأكثر هي الأطفال؟ أنا معكم أختي، تحية طيبة لك والمشاهدين إن شاء الله. حياك الله يا أختي. ما نبدوش نكذب على بعضنا، اللي يتصل من الشرق يتهم في الغرب، واللي ما يتصل من الغرب يتهم اللي والجنوب. ليبيا معي اختي، نعم، الخطف والقتل والابتزاز والله في كل مكان، من مدن ليبيا في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب وفي ورشفانه وفي وادي الربيع وفي كل مكان. احنا كمواطنين كان نبوا الحل، ومعاش نبدا نذكر في اسماء ونزكي في حد وبعدين غدوه يطلع لي مش باين نبدا نلوم فيه. لا، لابد من توحيد الجهود من اجل اقامه حكومه واحده وتوحيد الاجهزه الامنيه في كل مدن ليبيا. هذه بالطريقه هذه نطبق شرع الله ويكون عندنا قضاء، بس نطبق على المجرمين اللي يديروا في التهم هذا في الجرائم اللي يديروا لنا فيه. نعم، بس نقعد نتهم في بعضنا، والله يطلعوا لي قبائل في الشرق واحنا قبيله مش عارف مين نزكي، معاش نبوا الاسماء. اذا انت سالم ترى الحل للحد من هذه المشكله هي تفعيل الامن في الدوله وتفعيل القانون حتى يتم الحد من هذه المشكله. وصلت الفكره سالم من مدينه طرابلس. انتقل الان الى المتصل محمد من مدينه مصراته. محمد يقول سالم ان الحل للحد من هذه المشكله هي توحيد صفوف الامن وتفعيل القانون وتفعيل الامن وتفعيل الجيش والشرطه في الدوله حتى يتم الحد من هذه الظاهره. برايك هل تتفق مع قول سالم، وهل ترى ان الحاضنه الاجتماعيه دور رئيسي في الحد من هذه المشكله، وما هو السبب اساسا في انتشارها؟ بسم الله، مساء الخير اختي الكريمه. مساءك طيب. نعم، اول حاجه قبل الحاضنه وقبل كل شيء، احنا كان نبتعد عن تمجيد الاشخاص. نعم، في ليبيا نبتعد عن تمجيد الاشخاص، واحنا في ليبيا ما فيش حد باش يغرر بيك، ولا ما فيش حد باش يوريك وين انت تمشي. احنا قاعدين عايشين الواقع ونشوفه فيه، ونشوفه في المنطقه الغربيه والجنوب والشرق. نعم، نشوفه كيف عايشين المنطقه الغربيه وكيف عايشين الجنوب وكيف عايشين الشرق. احنا نعتبره ماهوش تمجيد من المنطقه الغربيه، لكن نعتبره في المنطقه الغربيه هي ليبيا كلها راهي تهمنا، وما ناش مسلمين حتى في شبر منها، من طبرق لعند راس الجزيره. نعم، لكن بالله عليك اختي، دي نقطة نظام وحدة هي. تو بالله عليك، احنا قتلنا طاغي فكينا منها، ونضنا مع خوتنا في الشرق، اول كلمة بالروح بالدم نفديك يا بنغازي. باش احنا يجيونا خوتنا من الشرق يجيبونا واحد طاغي اسير، احنا يبونا ننزلوا تحت. هي اول غلطة، الغلطة الاولى وكل الغلطة ان الثوار ما حموش ثورتهم، ان الثوار ظلموا ثورتهم. طيب لنبقى، نعم محمد، لنبقى في صلب الموضوع، يعني ما هو الحل للحد من هذه الظاهره، ظاهره الخطف والسرقه، بغض النظر عن كل التجذوات الاخرى التي تحدث؟ الحل نحول الشخصيات الجدليه ونبنوا شرطه ونبنوا جيش زي الجيش اللي نشوفه فيه في المنطقه الغربيه، طالع لله وللوطن. نعم محمد، وصلت الفكره، شكرا. التمجيد نتاع قبل، نعم انت ترى، نعم شكرا جزيلا لك محمد، انت ترى ان تمجيد الاشخاص هي السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة الذي أدى إلى ضعف الدولة. نعم شكرا جزيلا لك محمد من مدينة نصراتة. أنتقل الآن إلى متصلين آخرين، صالح و
عبد الله من مدينة بنغازي وصالح من مصراتة. أبدأ من مصراتة. صالح، صالح من مدينة مصراتة. صالح، برأيك ما هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة؟ ولماذا يتم استهداف الأطفال تحديدا وابتزاز أهليهم؟ أيضا برأيك ما هو الحل الجذري لهذه المشكلة؟ سلام الله عليك يا أختي. سلام الله عليك. نعم، مالك سعيد إن شاء الله. نعم، الحل يا أختي احنا نبو شرعية ونبو كتاب الله يتطبق على الأرض. نبو سيادة المستشار حقينا صالح قوادر، نبوه يدير لنا رئيس ليبي واصلي ويخدم الوطن ويخدم المواطن ويدير لنا شرعيه في ليبيا ويحولنا للصادق. صالح، نحن نتحدث في حلقه اليوم عن ظاهره الخطف والسرقه بغض النظر عن الامور الاخرى، لنبقى في صلب الموضوع. صالح، يعني ما هو السبب في انتشار ظاهره الخطف والسرقه؟ السبب الصادق الغرياني، يحولونا للصادق الغرياني. نعم، هذا رأيك، هذا رأيك صالح. صالح من مدينة مصراتة، كان هذا رأيك، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى عبد الله من بنغازي. عبد الله، إن كنت في الاستماع إلي، برأيك ما هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الخطف والسرقة؟ ولماذا الفئة المستهدفة تحديدا هم الأطفال؟ وما هو الحل الجذري للحد من هذه المشكلة؟ يا أختي أعطيني وقت شوية كف باهي، خليني نوصل لك الفكرة. طيب باختصار لو سمحت، لأن الوقت أصبح يداهمنا. نعم يا سيدة، يا سيدة أنا ما بش ترد على الترهات اللي يقولوا فيه الجماعة هم المتصلين. يا أختي نحن كنا نعانوا منها المشكلة هذه في بغداد، لما كانوا في غياب الجيش والشرطة كانوا يخطفوا التجار ويخطفوا رجال الأعمال والأطفال. نحن نعم. في منطقة شرقية لله الحمد ما نعانوش منها. المنطقة الغربية الظاهرة هذه منتشرة يا أختي لأن الميليشيات المتحكمة، ما فيش جيش وشرطة. نعم شكرا. نعم عبد الله من مدينة بنغازي، شكرا جزيلا لك، ولكن لضيق الوقت لنستقبل اكبر قدر ممكن من الاتصالات. انتقل الينا المتصل، او وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقة. اشكر كل من اتصل بنا وابدى رايه في حلقة اليوم من برنامج رأي عام، تحدثنا عن ظاهرة الخطف والسرقة، كانت الآراء مختلفة من جميع المتصلين. شكرا جزيلا لكل من سمع أو شاهد لحلقة اليوم. نلتقي في حلقة مقبلة بعون الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-03-02، 021-362-03-03، 021-362-03-04، 021-362-03-05.